ينضم معي الآن رائد الخضر كبير استراتيجية الأسواق في إكويتي جروب عبر السكاي من دبي. مرحبا بك أستاذ رائد. هل نستطيع القول بأن أزمة سيليكون فالي استطعنا تجاوزها مع تدخل السلطات الأمريكية، السلطات التنفيذية هناك، ونجحت ربما في احتواء الأزمة، لم تعد تشكل خطرا ربما على المصارف، أم ما زال الخطر قائما؟ طبعا لا يزال الخطر قائم في بالنسبه لازمه سيليكون فالي بانك. اعتقد انه هزت ثقه المستثمرين بشكل عام، اضافه الى انه الاجراءات اللي تم اتخاذها هي اجراءات سريعه متعلقه باحتواء الازمه وحمايه اموال المودعين، وايضا تعزيز الاقراض لعام واحد والبرنامج اقراض السندات الذي تم اتباعه من كل من خلينا نقول مؤسسة التأمين على الودائع وكذلك وزارة الخزانة الأمريكية. ولكن المشكلة تكمن في انخفاض الأصول مثل السندات بشكل حاد وارتفاع عوائد السندات القصيرة الأجل بشكل كبير جدا. كذلك الأمر شفنا بوضوح انزلاق كبير في الأسواق المالية، وأعتقد ذلك من شأنه أن يغير خطة السياسة النقدية للفترة القادمة، خصوصا أنه ننتظر الأسبوع القادم قرار الفيدرالي الأمريكي الذي كان يتجه نحو تشديد ممكن أن يكون كبير في أسعار الفائدة. ولكن بعد الأزمة الأخيرة وانهيار البنوك الثلاثة حتى الآن، ويوجد ستة أيضا على الخط، وإعلانات اليوم اللي نحن سمعناها عن كريدي سويس بانك، أعتقد ذلك يهز الثقة العامة للمستثمرين في الأسواق، ويجب تبني سياسات خلينا نقول مودريتد أو أكثر حدة. طيب، سنتحدث حول الفيدرالي وسياساته القادمة خاصة في الاجتماع المقبل حول ما إذا كان سيرفع الفائدة أم لا، لكن كلام السلطات بأنها هي ستحمي أموال المودعين، يعني أليس مبالغا فيه أيضا أستاذ رائد؟ نحن نعرف بأنه لحد 250,000 دولار يكون هو تحت الحماية، يعني يتم التعويض، لكن نحن نتحدث هنا عن شركات كبرى هي مساهمة في هذا البنك ولها ودائع في هذا البنك، أليس كلام السلطات هو مبالغا فيه؟ السلطات يعني في الولايات المتحدة الأمريكية أظهرت أنه راح يكون الدعم للمودعين سواء كانوا مؤمن عليهم أم غير مؤمن عليهم، وذلك من خلال الفيدرال انشورنس كوربوريشن، وهي يعني من شأنها حماية فيدرال ديبوزيت انشورنس كوربوريشن، وهي من شأنها حماية أموال الودائع والخزانة. ولكن المستثمرين كونهم ريسك تيكرز أو أخذوا المخاطرة فلن يتم حمايتهم، وهذا هو المقلق حقيقة في الأسواق المالية العالمية، لأنه كان في عندنا استثمارات كبيرة في قطاع البنوك إجمالا. وأعتقد يعني ذلك من الواضح أنه كما صرح الرئيس بايدن أنه لن يكون هناك حماية للمستثمرين، ولكن فيما يتعلق بالمودعين فيجب أن يكون هذه الحماية، لأنه هي عبارة عن تمثيل للثقة في النظام المالي. إذا لم يكن هناك حماية لأموال المودعين، فإذا أين هي الإجراءات والضوابط والاحتياطيات القانونية وما إلى ذلك؟ بالتالي الإدارة الجديدة التي تم تنصيبها على البنك سيليكون فالي أو على البنوك الأخرى كذلك الأمر من شأنها ضمان حماية أموال المودعين في الفترة القادمة، وذلك ولو إن كان على حساب قروض أو حتى يكون في عندنا برامج يعني مفتوحة للأقراض حتى لا يكون هناك أي تعثر في السداد. نعلم تماما أنه هذا يسمى بسيستماتيك ريسك أو هو مخاطر نظامية في الأسواق، وهي كبيرة ومن شأنها أن تؤثر على الأسواق، على الاقتصاد بشكل عام وعلى قطاع البنوك كافة. بالتالي بلا شك سوف يقف صناع السياسة النقدية والبنك الفيدرالي الأمريكي دون الوقوع في هذه الأزمة، أزمة الثقة وإقبال المودعين، بنسميها نحن البنك ران أو الإقبال المودعين على سحب الودائع، وهذا من شأنه إفقاد الثقة في النظام. بلا شك
سوف يكون هناك تدخلات لمنع عمليات استنزاف الودائع بشكل كبير من الأسواق وإبقاء الثقة في القطاع المصرفي. ولكن نعود ونكرر، هذا لا يعني أنه هاي المصارف رح تحقق ربحية، وإنما تنزلق بشكل حاد جدا في سوق الاستثمار، وهذا من شأنه أن يؤثر على كينونتها وبقائها في الفترة القادمة. وأعتقد الأمر رهن على أنه شددوا السياسة النقدية بشكل كبير جدا، رفعوا أسعار الفائدة بشكل كبير جدا، البنوك تربح من الإقراض يعني وتحقيق الأرباح من الإقراض مقابل الاقتراض بكلفة أقل ولوقت أقصر. تم الإخلال بهذه المعادلة، نحن مثل ما شفنا انقلاب منحنى عوائد السندات الأمريكية وهي أحد الأصول الرئيسية التي تمتلكها البنوك، وسبب ذلك أزمة سيليكون فالي لأنه اضطروا يبيعوا بخسارة في قطاع السندات، وأثر ذلك على قطاع السندات الأذنات الخزينة بشكل عام في الاقتصاد الأمريكي. هذا من شأنه أن يكون systematic risk أو مخاطر غير نظامية، ويعني ممكن العدوى تنتشر خارج الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك شفنا بريطانيا تسارع والعديد من البنوك حول العالم والاقتصادات حتى أعلنت أنه لا يوجد هناك انكشافات على هذه الأزمة. هو مثل ما ذكرت أستاذ رائد، الخطر ما يزال قائما، لأنه شهدنا بعد الانهيار لسيليكون فالي وطبعا هناك مشاكل في سيجناتشور والبنك الثالث، هناك كميات كبيرة من الأموال خرجت يعني من بعض البنوك الكبرى، رغم أن هذه البنوك الثلاثة هي تصنف تقريبا يعني في الدرجة الثانية أو الثالثة على مستوى الولايات المتحدة، لكن أيضا شهدنا خسائر لحقت ببنوك مركزية كبرى. لأنه نحن كما ذكرنا الأساس هو أصول هذه البنوك، أصول هذه البنوك معرضة لانخفاض بالقيمة نتيجة عمليات تصفية ممكن تحدث نتيجة عمليات لأن التصفية لحتى مجابهة أموال المودعين وما إلى ذلك، بالتالي ذلك يؤثر على استقرار سوق هذه الأصول التي تمتلكها البنوك مثل سوق السندات. من لا يشتري من السندات الأمريكية من البنوك إجمالا؟ جميعها تمتلك هذه السندات، واستقرار هذه السوق مهم جدا بالنسبة للقطاع المصرفي. أعتقد المشكلة القادمة هي مشكلة الثقة ومزيد من الإقبال المودعين على السحوبات، ممكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، وهنا يأتي دور البنوك المركزية لتأمين نفس money supply أو سيولة نقدية كافية، وهنا هذا يعتبر تيسير نقدي إن صح التعبير، بغض النظر عن وجود أسعار فائدة مرتفعة، ولكن عملية الإقراض هذه الكبير وجدا التي يتم اتباعها ممكن أن تحمي دون أن تكون المصيبة أو الواقعة أكبر من ذلك. أعتقد حتى الآن يوجد هناك نوع من الآفاق الإيجابية للسيطرة على هذه الأزمة، ولكن بلا شك لها آثار سلبية وظهرت على الأسواق بشكل كبير جدا، حتى يعني منذ قليل عندما صدر خبر كريدي سويس وامتناع أكبر الداعمين ماليا وهو البنك السعودي، أعتقد يعني عن الدعم المالي بأكثر من حصته ب10% وانزلاق السهم بأكثر من 21%، كمان له ارتباطات بشكل ممكن بطريقة غير مباشرة بالأزمة المالية التي تحدث حاليا. هناك حالة من عدم المخاطرة، وأنت لما بتروح على قطاعات وعلى أسواق تعتمد على مخاطرة خالية من يعني أو أصول خالية من المخاطرة مثل ما كان يمتلكها سيليكون فالي بانك وهو محفظة بقيمة 21 مليار دولار أمريكي، اضطر إلى أنه يبيعها، خسر في هذه الأصول التي هي عبارة عن سندات خزينة ما يقارب 1.8 مليار، وهذا يعتبر السبب الرئيسي في خسارة وإشهار إفلاس هذا البنك. بالتالي أعتقد هذه أزمة كبيرة جدا ممكن أن تمتد إلى بنوك أكبر في العالم وليس فقط. طيب بالنسبة للحلول، ما الذي سيفعله الفيدرالي أستاذ رائد؟ هل ربما يلغي الفائدة خاصة بالنسبة للسندات، أم يعدل قراره برفع الفائدة في الاجتماع المقبل، أم أنه هو فعلا يوجد سوء تنظيم وإدارة لقطاع المصارف الأمريكي بشكل عام؟ يوجد سوء تنظيم، يوجد، والآن هناك فتح تحقيقات شاملة بالتحديد على سيجناتشر وسيليكون فالي بانك بشأن المسببات
لهذه الأزمة. يعني يوجد هناك شكوك فيما يتعلق بالفساد نوعا ما والذي أدى إلى هذه الانهيارات، هذا جانب. ولكن الجانب الأهم الذي يجب أن ينظر إليه الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه القادم، أعتقد هو دخل اجتماع طارئ هذا الأسبوع، ويعني ما سيتأتى من هذا الاجتماع هو في بداية شهر مايو راح يكون الإعلان عن الخطوات التي سيتم اتخاذها. ولكن على المدى القصير أيضا يجب أن ننظر إلى أنه باجتماعه القادم صار من الصعب جدا أن يقوم بتشديد السياسة الداخلية بشكل كبير. هو كان ينظر وفوكسينج بس على بيانات التضخم، على أنه لا يزال سوق العمل جيد، على أنه لا تزال بيانات الناتج المحلي الإجمالي بعيدة بعض الشيء عن الانكماش. أعتقد أعطاه الجرأة الكافية أنه يصل بمستويات التضخم إلى المستهدفات من خلال رفع أسعار فائدة بشكل أكبر. وسمعنا جيروم باول رئيس الفيدرالي قبل هذه الأزمة بأسبوع، أزمة الأسبوع الماضي، يعني تحدث أنه ممكن يرفع بخمسين نقطة أساس، علما أنه هذا الرفع الكبير في أسعار الفائدة أثر على سوق السندات بشكل كبير جدا، وأثر على القطاع المصرفي، وقد يؤثر أيضا على الكثير من القطاعات الأخرى. ولكن لم تظهر بعد البيانات الاقتصادية الداعمة إلى أن وصلت الأزمة إلى إفلاس هذه البنوك، بالتالي يجب أن يكون هناك نهج أقل تشدد في السياسة النقدية، وممكن بحث عن عدم رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم والاكتفاء بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى لا يكون هناك ركود قاسي، لأنه بحالة النو لاندينج اللي نحن عم نعيشها صار في عنا انهيارات بالبنوك. ماذا لو كان هناك هبوط عنيف بالاقتصاد؟ أعتقد سوف يكون هناك يعني أسواق حمراء في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم. طيب، البارحة كان هناك لوكالة موديز للتصنيف الائتماني غيرت نظرتها بالنسبة للقطاع النظام المصرفي في أمريكا إلى سلبية. ما الذي يعني ذلك في هذا التوقيت؟ وأيضا كيف سيؤثر، على اعتبار بأن الأمور أحيانا تجري بشكل نفسي فتؤثر وتنتشر العدوى؟ يعني وكالات التصنيف الائتماني تعتمد بشكل كبير جدا على المعطيات الموجودة أمامها وعلى حيازات البنوك إجمالا وعلى السيناريوهات المتوقعة للسياسة النقدية في ظل المعطيات اللي موجودة حاليا، سواء كان من تصريحات سابقة أو نوايا أو خطط سابقة للفيدرالي الأمريكي. بالتالي ذلك بلا شك القطاع المصرفي الآن معرض إلى موجة حادة، موجة فقدان الثقة. يعني هذا نحن بالاقتصاد بنسميه systematic risk، وهو مخاطر نظامية تعمل عمل الدومينو. ممكن نشوف عنا الآثار السلبية تتتالى، ويعني ذلك يضغط بشكل كبير على القطاع المصرفي تحديدا. ومنطقيا أنك أنت تشوف آفاق سلبية لهذا القطاع ما لم يكن هناك يعني إيقاف في النزيف، لأنه حكينا ثلاث بنوك وراء بعض أعلنت إفلاسها، صار في عنا انهيار لها، وفي نفس الوقت عنا كمان العديد من البنوك الأخرى موجودة على القائمة الانتظار، ولم يأتي بعد تغيير في السياسات النقدية ولا في السياسات المالية. بالتالي ذلك يضع المودعين إجمالا في حالة تأهب، وكذلك الأمر بالنسبة للمستثمرين بحالة إيقاف مخاطرة أو لا يوجد رغبة بالمخاطرة أو risk of mood بنسميه. لنعود إلى الفيدرالي والفائدة أستاذ رائد، أنت ذكرت بأنه قد يبقي على أسعار الفائدة كما هي عليه في الوقت الراهن من أجل أن يجد حل لموضوع المصارف، ولكن أيضا بيانات التضخم ربما لا تبشر خيرا. ما الذي سيفعله في هذا الموضوع؟ هل من الممكن أن يحل مشكلة على حساب مشكلة أخرى؟ هل من الممكن أن يفضل اليوم الركود على أن يواجه انهيارا أكبر في القطاع المصرفي؟ يعني تعلمنا في الفترة الماضية أن الركود التضخمي أسوأ بكثير من أنه يكون عندنا يعني تضخم متراجع أو منخفض. مستويات التضخم المرتفع هي أمر يهدد الاقتصاد بشكل كبير جدا، وقد يسبب طول فترة الركود. بالتالي لذلك يسارع الفيدرال الأمريكي لعملية تشديد سياسة نقدية بشكل كبير جدا حتى يوصل للتضخم، وإن كان على حساب الركود الاقتصادي، لأنه نعرف تماما هناك معادلة يعني علاقة عكسية ما بين البطالة وما بين التضخم. بالتالي إذا ضغطنا مستويات التضخم عنا لحتى تنخفض أكثر، رح يكون في عنا ارتفاع في معدلات البطالة، وبدأنا نرى ذلك من تقريرنا الأخير لنمفارم بيرو
بيرول الذي أظهر أنه في عنا ارتفاع بمعدلات البطالة، حتى ما إن نصل إلى مستويات المستهدفة للتضخم عند 2% ممكن نشوف بطالة أعلى من ذلك بكثير، فوق 4.5% وهذا يعتبر يعني دخولنا في ركود تقني إن صح التعبير في الولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة أنه قوى عاملة أقل تقبض أجور، بالتالي راح يكون استهلاكها أقل، وبالتالي الأعمال التجارية راح تتقلص بشكل عام في الداخل الاقتصاد. وهنا ندخل في مرحلة الركود التقني، أنه النمو أصبح بالمنطقة السلبية، هناك انكماش في الناتج المحلي الإجمالي. العملية هذه يعلمها تماما الفيدرالي وهو مقبل عليها، ولكن إذا كان يتخلل هذه الفترة الوصول نحو هذه المنطقة انهيارات قوية في القطاع المصرفي، وبالتالي ممكن ذلك يتشابه مع سيناريوهات سابقة في 2008 شفناها، وهي أزمة الديون بشكل عام. وهنا أعتقد أنه الأمور خرجت عن السيطرة واضطروا إلى تيسير السياسة النقدية لفترة أطول، وأعتقد إلى الآن نحن لم نخرج فعليا من أزمة الديون تبعية 2008 التي عانى منها الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي. بالتالي ما نتطلع إليه حاليا هو نظرة أكثر استقرار وتمهل في قرارات الفيدرال الأمريكي، حتى يكون هناك استيعاب للاقتصاد وللسوق لمستويات أسعار فائدة أعلى. لم يستوعب بعد ارتفاع تكاليف الإقراض بهذا الشكل السوق، لا يوجد يعني تقبل لتكاليف الإقراض المرتفعة، وهناك فقدان للسيولة سريع، لأنه أنت لما بترفع أسعار الفائدة أنت تمتص الفائض من السيولة في الأسواق، وممكن حتى تقلل السيولة بشكل كبير جدا، لأنه عندي عائد خالي من المخاطرة ممكن أخذه من القروض أو السندات دون الدخول في استثمارات، وهذا يؤثر سلبا على الأسواق العالمية بشكل عام وعلى قطاع الأعمال التجارية. شركات التكنولوجيا كيف، هل ستغير نظرتها، هل ستغير خطواتها ربما في المرحلة القادمة أستاذ رائد أم ماذا؟ يعني أعتقد هي أزمة السيولة هي الأزمة الرئيسية التي كانت قد واجهت الفند ريزينج أو عمليات تجميع الأموال للاستثمار في التكنولوجيا، وأعتقد هذا كان السبب الرئيسي لسيليكون فالي ليش وقع، لأنه كان في هناك جهات فشلت بعملية جمع أموال فاضطروا يستخدموا أموالهم ويسحبوا الودائع، وهنا اضطر إلى بيع محفظته الاستثمار. دونا عن ذلك نحن عم نشوف أنه قطاع التكنولوجيا الذي أنهى مؤشر ناسداك العام الماضي العام على تراجعات هي الأكبر بين المؤشرات الثلاثة الرئيسية، بدأ العام بخطوات قوية بعد ما تراجع عندي ب 12% تقريبا العام الماضي، نحن بدأنا بجانيوري بارتفاعات حوالي 6%، ولكن نعود مرة أخرى للضغط الاتجاه الهابط مع ارتباطه بشكل كبير بأزمة السيولة. أعتقد التكنولوجيا هذا العام مرشحة إلى أنه تعود إلى الارتفاعات أكثر، طبعا خلينا نقول إحصائيا إن صح التعبير، لأنه يعني 13 مرة ركود عالمي حدث، أو خلينا نقول أسواق باللون الأحمر حدثت من عام 1960 إلى التاريخ اليوم، كأغلاقات سنوية باللون الأحمر على الاس ام بي 500 حدثت 13 مرة، واحدة منهم كانت العام الماضي، والإغلاق تبع الناسداك أو الخاص بالناسداك كمان يعني كان باللون الأحمر في العام الماضي، احتمالية أن تكون العام الذي يليه باللون الأخضر يعني إيجابا بالارتفاع هي يعني 100%. هذا واحد. اثنين، هناك عملية تصحيح قوية حدثت مع مطلع التعاملات العام. ثلاثة، كان هناك توجه من قبل صناع السياسة النقدية لتشديد أسعار الفائدة بشكل أكبر، أعتقد مع نهاية التعاملات هذا العام بلا شك سوف نكون في موجة صاعدة على الأسهم، لأنه راح يكون في هناك ميل أكثر نحو تقليص أسعار الفائدة، يعني إذا كان هناك قرار لتقليص أسعار الفائدة سيكون بنهاية العام الحالي، وهذا يدعم أسواق الأسهم إجمالا إذا قلصوا أسعار الفائدة أو إذا تحدثوا عن إمكانية تخفيف السياسة النقدية. هذه اللحظة بالمقارنة ما بين 2008 وما كان سيحصل في حال لو أنه تطورت الأمور من أزمة للقطاع المصرفي أو انهيار في القطاع المصرفي الأمريكي، كيف من الممكن المقارنة؟ ما هو الأخطر بينهما؟
لا تزال هي حتى الآن الأزمة التي حدثت في 2008 حتى الآن كحجم نحن عم نشوفها تبعية 2008 أكبر، ولكن كمستقبل لحجم هذه الأزمة التي نعيشها ممكن تكون أكبر بكثير أزمة الحالية إذا ما استمر النزيف في القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن يعني يوجد هناك خبرة بالتعامل مع الأزمة، تدخلات وزارة الخزانة ووزارة يعني مؤسسة حماية أموال المودعين أو التأمين على أموال المودعين الأمريكية الفيدرالية، أعتقد خطواتها السريعة لاحتواء الأزمة وأنه ما يكون في عنا قلق على أموال المودعين كانت سبب رئيسي بتخفيف عدة الأزمة. الآن أصبحت الأزمة منحصرة بالانكشافات على هذا البنك أو على خلينا نقول التأثر بنفس الظروف التي سببت إلى انهيار هذا البنك. بشكل عام الوضع قلق، نحن بنعرف تماما أنه الأسواق مبنية على ثقة المتعاملين والمستثمرين في استمراريتها وفي بقائها، طالما هذه الثقة موجودة فهي تستمر، لكن إذا كان هناك خلل أكبر فيها الفترة القادمة أعتقد ذلك سيزعزع الثقة بشكل كبير جدا في أسواق مثل أسواق الولايات المتحدة الأمريكية، وقد يسبب مزيد من النزيف سواء كان في القطاع المصرفي أو في قطاعات أخرى. حتى الآن لا يوجد بوادر كبيرة مثل ما ذكرنا كمؤشرات اقتصاد كلي أو عفوا جزئي في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال إيجابية، لم يظهر أمر سلبي كبير على السلبي. شكرا جزيلا لك أستاذ رائد الخضر، كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي، كنت ضيفي في هذه الجولة، شكرا جزيلا لك.